منذ اليوم الأول لجائحة كورونا تم توجيه الهلال الأحمر العراقي من قبل الدكتور ياسين رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي كافة فروع الجمعية في المحافظات بتشكيل غرفة عمليات للتعامل مع هذا المرض. وعلى هذا الأساس قام الأستاذ حيدر محمداوي مدير فرع نينوى بتشكيل غرفة العمليات وإعداد خطة متكاملة للتعامل مع مرض كورونا أو ما يسمى بكوفيد 19. الخطة تضمنت ثلاث مراحل: المرحلة الأولى التوعية من هذا المرض، المرحلة الثانية التوعية والتعقيم، واليوم بعد إنجاز تلك المرحلتين نحن في المرحلة الثالثة وهي توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على العوائل التي تضررت من جراء الحظر الوقائي، ولكننا نبقى نسير بالتوازي، أي نقوم بعملية تقديم المساعدات لهذه العوائل المتضررة ومستمرين بعملية التعقيم. نحن نقف مع قناة المواصلية الموقرة هذا اليوم، ولدينا فرق تقوم بعمليات التعقيم والتعفير وتوزيع المساعدات والمواد الغذائية في مكاتبنا في تلكيف والحمدانية وتلعفر والحضر والقيارة. كذلك بلغ العدد أكثر من 3000 سلة غذائية، وإن شاء الله هناك خطة أخرى عملنا عليها بإشراف السيد مدير فرع أستاذ حيدر، هي عملية استبيان لتوزيع لحوم الأضاحي أثناء عيد الأضحى المبارك، حيث أن الهلال الأحمر العراقي يعمل ليلا ونهارا وبتسابق مع الوقت لغرض التخفيف عن كاهل هذه العوائل.